يوم المرور العالمي، أكيد لازم ننبه إلى أهمية خطورة حوادث الطرق التي تتسبب آلاف الوفيات سنويا. يعود تاريخ إنشاء هذا اليوم إلى عام 1969 عندما أقره مؤتمر جنيف. وللحديث بشكل موسع حول يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي أيضا، يسرنا أن نرحب بسيادة اللواء ممون عموري مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية، والعميد خالد الخطيب رئيس فرع مرور دمشق، وأيضا سيادة العميد عبد الجواد العوض رئيس فرع مرور ريف دمشق. يسعد صباحكم، رمضان كريم وينعاد عليكم بكل الخير يا رب. أهلا وسهلا بكم، أنتم بخير أنت وكل الأخوة المشاهدين. أكيد بدنا نعايد جميع رجال المرور، نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، لأنه دائما هن الجنود المجهولين اللي بيقوموا بكثير من الجهود خلال أيام السنة، خصوصا بشهر رمضان بيبقوا ساعات طويلة تحت الشمس وساعات صيام طويلة، فبدنا نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. بالبداية سيادة اللواء، خلينا نحكي عن يوم المرور العالمي وأهمية هذا اليوم. أهلا وسهلا، بداية رحمة لشهداء الجيش العربي السوري وشهداء قوى الأمن الداخلي، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجرحى الجيش العربي السوري وجرحى قوى الأمن الداخلي. فكرة اليوم العالمي للمرور تمت برعاية من الأمم المتحدة عام 69 مثل ما ذكرت الأخت. تم تبني هذا القرار اليوم الرابع للمرور الاحتفال العالمي بكافة دول العالم لأهمية هذا المرفق المروري، وتم تبني أسبوع المرور العربي بناء على دعوة من الندوة العلمية العربية، فتم تسمية أسبوع العربي للمرور من الرابع من الأيار إلى العاشر، كمان أيضا لاهتمام بهذا المرفق المروري الهام بحياة الأخوة أو الشعوب. سوريا كانت من أول الدول العربية اللي احتفلت بهذا اليوم والتزمت فيه لشعورها بأهمية هذا المرفأ والتزامها بتنفيذ كافة التوجهات الدولية في حول حل مشاكل المرورية بكافة وتطبيق كافة الأنظمة المرورية في العالم. نحن بسوريا عنا تم إنشاء أو إقرار في عنا اللجنة العليا للمرور برئاسة السيد الوزير وزير الداخلية، وبيشترك بهذه اللجنة عدد كافة الوزارات ممثلين عن هون، بالإضافة إلى منظمات الشعبية الموجودة ضمن هيكل الدولة. مهمة هذه اللجنة إقرار أي صعوبات موجودة على أرض الواقع المروري من أجل الوضع حل لهذه المشاكل ومراقبة تنفيذها وأعداد الخطط اللازمة للسنوات اللي بعدها، فمن أجل الوصول بهذا الموضوع إلى واقع مروري سليم والتخفيف ما أمكن من الحوادث لا سمح الله التي تنشأ بهذا. نعم، يعني خلينا ننتقل كمان لسيادة العميد خالد. مثل ما تفضل سيادة اللواء، اليوم ضمان يمكن آلية مرور سليمة بعيدا عن الحوادث، حماية المواطنين، خلينا نعرف بالتفصيل آلية عمل إدارة المرور سواء في محافظة دمشق أو حتى بالريف. كل عام أنتم بخير. طبعا الهدف من الاحتفال بعيد المرور هو الحد والتخفيف من المخاطر اللي بتنجم عن استخدام المركبات واستخدام الطريق، يعني زاد التوعية. نحن الهدف من عيد المرور مثل ما يعني تفضل سيادة اللواء تسليط الضوء على المخاطر اللي بيتعرض لها الاقتصاد بشكل عام والناس من مخاطر الاستخدام السيء للطريق والسيارات، عن طريق طبعا نحن بدي اقول لك شو الوسائل تبعنا، نسعى الى ايصال التوعيه المروريه بجميع الوسائل المتاحه، طبعا اللجان اللي موجوده اللي هي يعني اللجنه العليا للمرور ولا
الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق تعنى أو تعنى بوضع جميع الخطط المؤدية إلى التخفيف من حوادث الطرق وللوصول إلى سلامة مرورية، اللي هو نحن حاطين شعار السنة هي أنه السلامة المرورية مسؤولية الجميع. نحن بفرع المرور من جانبنا كجهاز قوى أمن داخلي وفرع مرور بدمشق نقوم بوضع الخطط اللازمة والوسائل اللازمة للحد من حوادث السير، سواء كان بتوزيع العناصر على المفارق لتنظيم حركة السير ومنع التشابك أو منع الاصطدام ومنع حوادث السير على هذه الطرق أو على هذه التقاطعات، أو عن طريق وضع الآليات اللي تلزم السائقين بالحد من السرعات لتفادي حوادث السير، سواء عن طريق الكاميرات أو عن طريق الرادارات الموجودة بالطرقات. طبعا عناصرنا موجودين على مدار الساعة وفق نظام عمل محدد مسبقا موجود على مدار السنة، يختلف حسب المناسبات. يعني نحن هلأ برمضان تختلف أحيانا الذروات المرورية والاقتزاز والعجقة مثل ما بيقولوا من وقت لآخر، بينتقل الازدحام مثلا لبعد فترة الفطور. هلأ الأسواق فتحت، الأسواق فتحت نهاية رمضان تقريبا بتشد الحركة أكثر. بكل الأحوال نضع الخطط، نضع الخطط ونوزع العناصر للحد من الحوادث وتسهيل حركة المرور بالمدينة. جهود كثير كبيرة عم تقوموا فيها، وخلال فترة الأزمة يمكن كان لكم تشاركية كثير كبيرة مع رجال الجيش العربي السوري، ما وقفتوا لحظة عن العمل وقدمتوا شهداء في الرحمة لجميع أرواحهم. بدنا نحكي مع سيادة العميد عبد الجواد عوض رئيس فرع مرور ريف دمشق كمان عن آلية العمل، قديش نحن بنسمع بحوادث سنويا وقديش فعلا في إصابات وفي وفيات وفي كمان نسب عجز عالية بسبب حوادث المرور. هون دوركم انتم بتوعية الناس، هي يمكن فينا نقول توعية تشاركية، كمان نحن كإعلام جزء بهي التوعية، بس يمكن في مجهود كتير كبير، كتير من الناس ما بتعرفه وما بتشوفه، خلينا نحكي عنه. تماماً، كل عام وأنتم بخير. يعني نحن بالنسبة لنا كرجال مرور على الأرض وبالميدان، يوم المرور العالمي طبعاً كل عام وأنتم بخير، ولكل رجل مرور يقف بحر الشمس وبمطر الشتاء ويقوم بالدور الوطني الصحيح. طبعاً نلجأ في يوم المرور العالمي، أهم ما نصب إليه في هذا اليوم هو نقل الوعي المروري لكافة شرائح المجتمع عن طريق طبعا جميع الوسائل التوعوية، إن كانت وسائل إعلامية، إن كانت وسائل تربوية من خلال علاقة وزارة الداخلية وتضافر جهود الداخلية مع وزارة التربية بإقامة الندوات وإقامة المحاضرات، وأيضا توعية عن طريق التوعية الدينية عن طريق المساجد عن طريق الكنائس لكافة طبقات المجتمع، ونصوا أن تكون هذه التوعية من بداية ولادة الطفل في المنزل، حيث يعتبر المنزل هو أهم مدرسة وأول مدرسة، وهي المدرسة الأولى لتوعية الطفل عن طريق رؤية أفعال والديه. يعني عم يكون في جزء بالتشاركيه من خلال البيت، لما نقول مثل ما عندنا كثير من الامور توعويه بنشترك مع المدارس، يكون فينا نقول البيت والمدرسه جزء بهي التوعيه، وهي نقطه كثير مهمه فينا نشير الى سياده اللواء. يعني يصير هذا الموضوع اساسا احنا لما ندخل التوعيه بالمدارس من بدايه تعليمه للطفل، فراح يوصل لمرحله واعيه اكيد تقريبا بقواعد المرور، بالاضافه لكافه اللي حكيناهم هلا الاخ عبد الجواد. اكيد نور، رح ننتقل لمحافظه ريف دمشق وتحديدا جرمانا بتقرير اعده زملائنا وثقت عمل رجال المرور، خلينا نتابع بالتقرير التالي ونرجع اكيد لنكمل حديثنا. رح نتابع، عم يسمعوا بس في مشكله بالصوت عندك، رح نتابع حديثنا معك بس صوتك راح كله، بس عمول تيش مره ثانيه غير لك. نحن عناصر فرع مرور ريف دمشق قسم العمليات، حاليا متواجدين بساحه السيد الرئيس بجرمانه
عملنا هو فك الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير ومساعدة الأخوة المواطنين ومستخدمين الطريق والإعلام عن أي طارئ بحينه. بهذا الشهر الفضيل بنحب نقول للأخوة المشاهدين كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله رمضان سعيد عليكم. نحن عناصر شرطة المرور في جرمانة نعايد الأخوة المواطنين وقائد الوطن السيد الرئيس بحلول شهر رمضان المبارك. طبعا نحن متواجدون على مدار 24 ساعة في منطقة جرمانة تقديم المساعد لأخوة المواطنين إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أدي واجب الوطن في حماية المواطن وتسيير حركة السير وتأمين الأمن والأمان للشعب السوري أجمعين، ونحب نعيد أمهاتنا والشعب السوري بهذا الشهر الفضيل. عم نتابع معك فرح ومعك سيادة اللواء، يمكن عمل رجال المرور قديش فعلا في دور كتير كبير لهم عم يقوموا فيه على أكمل وجه. بدنا نعايدهم بمناسبة عيدهم، نقول لهم كل عام وأنتم على مدار 24 ساعة ما بيوقفوا 24 ساعة شغل، فيعطيكم ألف عافية. ويمكن كمان نسبة ساعات طويلة بتلاقي الدوريات بشكل متواصل موجودة بالشوارع. خليني أرجع لإلك سيادة العميد جواد، نكمل حديثنا عن أهمية التوعية اليوم، لأنه نحن عم نشوف للأسف في زيادة بنسب الحوادث، للأسف في زيادة بنسب الإصابات، عم نحكي حتى على مستوى العالم اليوم. تماما، كنا عم نحكي أنه هذا اليوم يوم المرور العالمي، يعني بدك تعتبريه يوم التوعية المرورية العالمية. نحن كرجال مرور من خلال ما سبق ذكره، التوعية عن طريق التوعية الإعلامية، التوعية التربوية، التوعية عن طريق الدينية عن طريق المساجد والكنائس، وأيضا التوعية عن طريق النشرات والبروشورات التي تصدر عن إدارة المرور، وعن أيضا وهناك جمعية أهلية محلية تتبناها وزارة الداخلية، هي جمعية الحد من حوادث الطرق، تقوم بنشر البروشورات والنشرات التوجيهية لكافة شرائح المجتمع من الطفل بالمنزل وحتى أكبر الشرائح، بكيفية استخدام الطريق وكيفية العبور من ممر المشاة، وأيضا توعية للإخوة السائقين عن مخاطر سوء استخدام الآلية والقيادة الرعناء فيها والقيادة الطائشة وغير ذلك. يتم توزيع البروشورات بالإضافة تماما، يتم توزيع هذه البروشورات في الندوات، في المناسبات الوطنية، في كل المناسبات التي تحصل بالمرور. بالإضافة لذلك هناك توعية عن طريق توعية تبناها السيد وزير الداخلية بالتعاون ما بين وزارة الداخلية والتربية، وهي إنشاء الحدائق المرورية، وتم إنشاء أول حديقة مرورية بمدرسة المليحة، وكان لها صدى كبير. هذه الحديقة المرورية يتم زيارتها من قبل شرائح الطلاب في كافة الصفوف، ويحضر أثناء الزيارة ضابط من المرور ويقوم بشرح ماهية الإشارات الضوئية ومخاطر استخدام الطريق وكيفية عبور ممر المشاة وما إلى ذلك. طبعا بالنسبة لريف دمشق وما تفضلت به الأخت الكريمة عن الحوادث والمخاطر، أيضا لما للمرور ودوره الكبير في المجتمع، أفردت له الأمم المتحدة يوم بعيد المرور العالمي، لأن طبعا الوعي المروري الذي تكلمت عنه يؤدي إلى السلامة المرورية، وبالتالي إلى اختصار الكوارث والكوارث البشرية، وأيضا الحفاظ على قدرات الدولة الاقتصادية وغير ذلك. أكيد
سيادة اللواء، عم نحكي عن موضوع غاية بالأهمية، إن كان بتخفيف نسب الحوادث، نسب العجز، الوفيات اللي مثل ما قلنا هي انتشرت بجميع أنحاء العالم لأسباب مختلفة، أولا السرعة الزاعدة والقيادة الرعناء وغيرها. اليوم إذا بدنا نحكي عن الجانب الثاني لدور وأهمية رجال المرور، شفنا حالات إنسانية كتير حلوة ورائعة لرجال المرور، سواء من إيصال أحد الطلاب للامتحان عند تأخره أو حتى إرجاع إعادة أمان لأصحابه، وكان ضيفنا كمان شخص غاية بالإنسانية، شرطي تماما. فخلينا نحكي عن هذا الجانب، الجانب الإنساني لرجال المرور يلي ما اقتصر على تنظيم السير دور. هلأ إحنا عنصر المرور بالأول والأخير هو فرد من أفراد المجتمع، أكيد، وهو مواطن مثل أي مواطن، لكن وقعت على عاتقه مهمة هي أكثر من غيره كمواطن مدني. فعنصر المرور موجود بالشارع 24 ساعة، أي شيء بتعرض له أي مواطن المفروض هو واجبه يتدخل. نعم. إن كان في حالات لا سمح الله شاف شخص وقع على الأرض، إن كان في حال طبعا. لا سمح الله في لحنا عناصر تدخلت لما تعرض أحد المحلات للسرقة أو السلب وتدخل وعرض حاله للخطر رغم ذلك وتم إلقاء القبض على الشخص. نعم. فهو هذا واجبه، واجبه غير موضوع الواجب المروري يعني تنظيم السير وكذا. فلحنا هذا الموضوع بالنسبة لأي عنصر وأي ضابط مع يعني معطى تعليمات بيتدخل بأي شيء في حالات لا سمح الله الحريق، في حالات مثل أن احنا السرقة، في حالات لا سمح الله إنسان بحاجة لإسعاف بيوقف سيارة بيأسعفه هو بيترك، لو ترك نقطة نحن بالنسبة لأن بالعكس مبسوطين منه لأنه قام بإنقاذ شخص. فهي الحالات كلها حالات إنسانية بيقوم فيها عنصر المرور وضابط المرور. طيب رح نتابع حديثنا معك سيادة اللواء، وخلينا ننتقل لكاميرا الإخبارية السورية اللي وثقت عمل رجال المرور فرع دمشق مع زميلتي زينب عاقل. كل عام وأنتم بخير. طبعا برزت فكرة اليوم العالمي للمرور في عام 1969 وتقدت بنته الأمم المتحدة. طبعا في كل دول العالم اعتبر هذا اليوم يوما عالميا للمرور نتيجة أهمية هذا المرفق المروري في الحياة، وما ينتج عنه من حوادث مرورية قد تؤدي لا سمح الله إلى آلام كثيرة وتؤثر على المجتمع وتطوره الاقتصادي. طبعا أصابت الحوادث المرور كما تعلمين المجتمع في أهم مقومات المجتمع اللي هو الإنسان. طبعا تأتي سوريا من الدول التي تهتم البارزة والتي تهتم باليوم العالمي لدى اهتمامها بهذا اليوم اللي هو المرور العالمي. طبعا نتيجة تطور المدن كما تعلمون وتنظيم الشوارع زيادة الآليات جعل من قواعد المرور هو نظاما عالميا تهتم في كل دول العالم، وهذا النظام العالمي جاءت هذه الفكرة. يعني يوم الرابع من أيار هو يوما عالميا للحفاظ على السلامة المرورية والتوعية المرورية بشكل عام وما ينتج عن حوادث المرور الذي أصبحت يعني من أكثر الأسباب الوفيات في العالم. نحن اليوم بعيد المرور العالمي بيصدق بأربعة أيار، عملنا هالعيد موجود لتقدير جهود عناصر المرور لجهاز المرور بشكل عام بكونه عم يبذل جهود كثيرة على طول السنة، عملنا لهم اليوم نقدر جهودهم فيه، وعندنا كثير حتى أفراد وصف ضباط بفرع جهاز المرور من صابين إصابات عمل وما زالوا على رأس خدمتهم يقدموا جهودهم. وهذا اليوم يعني يوم عظيم، واحد بحس بأهمية الجهاز وبيعطي للمواطنين إخوتنا المواطنين أنه جهاز المروري هو جهاز لخدمتهم لمساعدتهم، وهذا اليوم أنه عم نقدر جهودهم فيه يعني عم نحسسهم كمان بالأهمية فيها. نحن دائما وأبدا مواكبين بعملنا لحتى نقدم شيء لبناء هذا الوطن. أنا بتاريخ 12/12/2012 أصبت بتفجير إرهابي أمام مبنى وزارة الداخلية الذي حصل بنفس البناء بوزارة الداخلية بكفر سوسي. أصبت بحرق باليد والوجه وشظايا بالرأس والقدم اليسرى. قدمت لنا الوزارة العلاج ومن بعدها لمدة أربعة أشهر أو خمسة أشهر
طلبت من رؤسائي العودة إلى العمل لأمارس مهنتي بكل جدارة لكي نقدم ولو جزء بسيط لوطننا الغالي لتبقى سوريا شامخة منتصرة. أثناء خدمتي بباب توما نزلت شظايا بهكذا أثناء الأحداث وتصوبت برجلي، والحمد لله ساتني على رأس عملي وباقين إن شاء الله. مستمرين بحوارنا وبنرجع لعندك سيادة العميدة خالد. اليوم العديد من الحالات الإنسانية مثل ما ذكرنا مع سيادة اللواء سواء بمحافظة دمشق الريف وباقي المحافظات، كان عندك تعقيب يمكن على بعض هاي الحالات يلي البعض طلع يمكن على الإعلام وكانوا ضيوفنا واستضفنا هون والبعض الآخر عند حضرتكم؟ هلا نحن بنرجع بنأكد إنه نحن عنصر المرور هو عنصر شرطة بحافظ على الأمن، ومن مهامه الأساسية تقديم العون للمشاة، تقديم العون لكل من يرتاد الطريق والإبلاغ عن أي خطر ممكن يكون موجود ببقعة عمله. ربما من خلال الحالات الإنسانية اللي شفتوها أنه أيام الحظر احتاجت امرأة لدم أيام الحظر، فعناصرنا المتواجدين بدوار المواساة لجأت لهم، طبعا أعلمونا أخذوا الموافقة انطلقوا معها باتجاه مشفى الأطفال لأنه ابنها كان بحاجة لدم، فتبرعوا له عناصرنا بالدم. طبعا هذا واجبهم يعني هذا الموضوع أيام الحظر. عدا عن ذلك يعني العنصر الموجود بالمكان هو عنصر لحفظ الأمن. أحد عناصرنا بمنطقة المالكي لجأت له امرأة أنه عم تتعرض لموضوع نشل، ففعلا بادر وتعقب الشخص اللي حاول ينشلها وألقى القبض عليه بالرغم من أنه تعرض ل يعني طعنة بالسكين، تمكن من إلقاء القبض عليه والاحتفاظ فيه لبينما أجت المؤازرة وتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات المختصة. موضوع الإبلاغ عن الحرائق، موضوع إسعاف الأشخاص المتواجدين إذا كانوا بحاجة، موضوع اللجوء له كملجأ. يعني أنا مبارح بالذات الساعة 1 بالليل أبلغوني أنه في عنصر لجأ له حدا مشتبه انه عم يسرق دراجة نارية منطقة مساكن برزة، فبادر فورا احد عناصرنا للمكان بعد ما لبى الشخص اللي لما نحس عليه الشخص هداك ترك العدة ولاز بالفرار. ما تمت عملية السرقة، تم القاء يعني الحجز على العدة اللي كان عم يستعملها. تماما فهي حالة من الحالات اليومية اللي نحن بنتعرض لها عناصرنا يعني، واللي بيبادروا فيها بمساعدة الأخوة المواطنين، وهو هذا جزء من عملهم يعني، بخلاف العمل المنوط فيهم اللي هي تسهيل حركة المرور والحفاظ على أمان الأخوة يعني مرتادي الطريق. أكيد بنقول لهم الله يحميهم جميعاً. خلينا نتوجه لإلك سيادة العميد عبد الجواد، أشرت لنقطة كبيرة مهمة، الحديقة المرورية. خلينا نحكي عنها أكثر، نعرف الناس عنها لأنه يمكن في كثير من الناس ما بتعرفها، فخلينا نفصل أكثر. تماماً، بس أنا بدي أشير لحالة إنسانية تفضل ظهرت من عناصر المرور. طبعاً على انتشار دوريات المرور في البقاع الجغرافية التابعة لكل فرع أو لكل نقطة مرورية، في أحد الحالات الإنسانية اللي لازم نذكرها ونشكر الشرطي اللي قام بهالحالة. طبعا مثل ما تفضل سيادة العميد وسيادة اللواء، نحن بنعتبر هذا واجبه للشرطي في أي حالة أمنية، أي حالة يبلغ عنا واجبه، إضافة للعمل المروري اللي هو تسهيل حركة السير وقمع المخالفات المشاهدة المرورية. أحد عناصر المرور لجأ له أحد الطلاب المدارس، كان عم يقدم امتحان
وامتحان مصيري اللي هو ثانوية البكالوريا اللي جاء له كان متأخر كتير عن الامتحان، كان متأخر باقي له 5 دقائق أو وقت قليل لحتى يوصل للمدرسة ويقدم الامتحان، وبالفعل أبلغنا عن الحالة وعطينا أمر فورا تصرف، ركبوا على الدراجة وراء وأخذوا على مركز الامتحاني وأمن عليه أنه دخل على الامتحان، وهي إحدى الحالات الإنسانية اللي بنتعرض لها مع عناصر المرور وبنشكرهم كثير عليها أكيد. ونحن بنشد على ايدهم في اي حاله انسانيه مثل الحالات هي، والحالات الاخرى اللي حكينا فيها نحن في احد العناصر عندنا وعم يتعالج بمشفى الشرطه نتيجه قصور بالقلب او غير ذلك، حاله قلبيه كمان تعرض لموضوع حرامي ونشل وظل راكد وراء الحرامي، طلع لحتى طالع على 5 طابق بالبنايه وألقى القبض على الحرامي وسلمه، وبعد منا أسعفنا الشرطي على مشفى المواساة لتلقي العلاج. العنصر اللي سلم مليونين ليرة. إيه تماماً. وفي عنا أحد الحالات بحوادث السير، يعني أحياناً بيصير حادث سير ما بيكون تدهور، ما بيكون في حدا علمان فيه نهائياً، وبيصير فيه وفي أحد حوادث السير على طريق دمشق حمص منطقة النبك، تدهور سيارة لدكتور شخص طبعا يعمل مهنته دكتور وتوفي على اثر الحادث، وتبين ان وجود مبلغ مالي كان معه مبلغ بعيد عن السياره 2,400,000 تم التحفظ عليهم من قبل الشرطي، وتم تبليغ اهله وعلما بانه زوجته واولاده ما بيعرفوا بهذا المبلغ، وهن اذا عم يسمعونا هلا بيعرفوا الحاله تماما، وكوفئ الشرطي من قبل السيد قائد الشرطه وكوفئ من قبل وزير الداخليه. ايضا هذه الحالات حالات اماني وحالات انسانيه، هي من واجب الشرطي لكن هي من الحالات الانسانيه. أكيد بالنسبه لنفخر فيهم بنوجه لهم كل الشكر يعطيهم الف عافيه. تمام. بالنسبه للحديقه المروريه هي احدى الوسائل التوعويه لجيل الطلاب من الصغر بالمدارس. طبعا الحاله اللي حكيت عليها انا هي انشاء اول حديقه مروريه بمدرسه المليحه بمدارس الريف، وكان لها طبعا هي بالتعاون ما بين وزاره الداخليه ووزاره التربيه، تم التنسيق وتم تقديم عده وسائل للتوعيه المروريه، ان كان شاخصات او اقماع مروريه او شاخصات دلاله، شاخصات تحذيريه، شاخصات تنبيهيه للمدرسه، بالاضافه الى ان المدرسه كانت تحتوي على حديقه كبيره تم وضع الشاخصات بشكل فني فيها بالتعاون ما بين فرع مرور ريف دمشق وتربية الريف وأيضا منظمة طلائع البعث، وتم افتتاح لهذه الحديقة مع غرس الأشجار، وكانت عدة شرائح من الطلاب من الصف الأول التعليم الأساسي الأول حتى الصف السادس موجودة، وحاليا يتم زيارة هذه الحديقة من قبل كافة المدارس الموجودة والقريبة. طبعا نحن عملناها بالمدارس ليش؟ حرصا على سلامة الطلاب من شان ما ننقلهم للحديقة المرورية الرئيسية ويكون في عناء بالنقل عليهم ونعرضهم لخطورة. هي الحديقة موجودة بالمدرسة طبعا، هي والمدارس اللي حولها ممكن يصير برنامج زيارة لها ترفيهي، بالإضافة إلى أنه توعوي مروري وأساسي، لأن هذا الطالب يوم من الأيام سيتعرض إلى قطع الشارع، إلى قطع ممر المشاة، إلى قيادة المركبة طبعا، وبدور الحديقة المرورية تتم السلامة المرورية التي هي هدف الوعي المروري الذي نسعى له. أكيد. طبعا العمل جاري كمان على تطبيق هذا النموذج بكافة مدارس قطر. أكيد. يعني طبعا هي تجربة رائعة، نتمنى تتعمم مثل ما تفضلت وحكيته. في حدائق مرورية بس هي الحدائق ضمن المدارس. نعم. اللي عم نشتغل عليها ضمن المدارس. نعم. سيادة اللواء قبل ما نختم حديثنا معكم، الإحصائيات اليوم. نعم. خبرنا عن آخر الإحصائيات سواء الحوادث المرورية وكيف عم بتكون بالنسبة لكم. نحن بالنسبة للإحصائيات عنا بالنسبة للحوادث الأهم شيء بيهمنا حوادث السير يعني. نعم. عندنا الحوادث بشكل عام لحد تاريخ اليوم 2,660 حادث. نعم. عندنا 1,500 مادية. نعم. عندنا 1,145 جسدية. نعم. الجسدية تتضمن الجرحى والوفيات. نعم. عندنا 819 جريح على الحوادث هاي،
عندنا 86 وفاة. لها يعني نحن نعتبر انه هذا الموضوع تقريبا لحد الان ضمن المعقول، ضمن ما في اعداد كبيره الحمد لله. عندنا عدد الدراجات الناريه اللي تم حجزها حدود 3000 دراجه لحد الان. عندنا عدد السيارات اللي كانت مسروقه وعثر عليها 241. من اصل 400 سياره ودا البحث عنه تم تقريبا شيء يعني تقريبا اكثر من 100 اكثر. لا طبعا نصف غير عندنا شيء يعني 100 وشوي تقريبا ودا البحث عنه. عدد الاشخاص التي تم توقيفهم بارتكاب الحوادث السير ومخالفه انظمه السير 652. تقريبا عدد ضبوط المخالفات شيء بحدود 248874 ضبط. طبعا نحن عم نحكي على مستوى القطر، القطر صح، بس هذول تقريبا اهم شيء. عندك اجهزات السوق نحن الممنوحه حتى تاريخ اليوم 84800 إجازة سوق تمام بكافة. نتمنى يعني في جهد كبير يمكن واضح من خلال يمكن النسبة قلت عن العام الماضي، نتمنى يا رب هيك ما بقى يكون في عنا حوادث، ونتمنى السلامة للجميع. بالختام شو بتحبوا يمكن توجهوا معايدة لكل رجال المرور المتواجدين على ساحات الجغرافية السورية بمناسبة عيد المرور العالمي؟ أول شيء أنا بتوجه للأخوة المواطنين مستخدمي الطريق كافة، التقيد التام، أطلب أنه التقيد التام بأنظمة المرور والتأكد من سلامة مركباتهم قبل المسير فيها، والتقيد بحدود السرعة هي أهم شيء على الاسترادات. بتمنى من الأخوة المواطنين عدم تجاوز الإشارة أو تقطيع الطريق إلا في أماكن محددة الموجودة حفاظا على أرواحهم. بتمنى من كل شخص يعتبر رجل المرور هو أخ له، ونحن جاهزين لتلقي أي شكوى في حال لا سمح الله صدر من أي عنصر أو ضابط إساءة. نحن جاهزين إن كان بالإدارة وإن كان رئيس فرع المدينة وكافة الفروع الموجودة فورا. بالنهاية بقول كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير يا رب. كل عام وبخير بطننا الحبيب، كل عام وأنتم بخير قائدنا الوطن الحبيب المفدى الدكتور بشار الأسد، وكل عام ونحن بخير وعناصرنا وضباطنا بألف خير. آمين يا رب. وأتمنى السلام للجميع كله. أكيد. تفضل سيادة العميد. طبعا أنا بدي عايد على عناصرنا وإنهم كل عام وأنتم بخير، وبدي شد على إيديهم ليتابعوا جهودهم بالحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وتطبيق الشعار اللي نحن اعتمدناه بوزارة الداخلية، السلامة المرورية مسؤولية الجميع. وبدي أتمنى من جميع الناس، لأنه هذا الموضوع موضوع جماعي ما هو موضوع له علاقة بعنصر المرور صحيح. كل الناس سواء سائقين سواء كل مستعملي الطريق يساهموا بتحقيق هذا الشعار أنه السلامة المرورية مسؤولية الجميع. أكيد. بتمنى السلامة للجميع، وأول عناصرنا عناصر فرع المرور وعناصر الشرطة بشكل عام. سيادة العميد بتحب توجه؟ طبعاً بدي أقول لرجال المرور عناصرنا كل عام وأنتم بخير. الرجال اللي بيسهروا على طبعا راحة الأخوة المواطنين ليلا نهارا، طبعا وكوني رئيس فرع مرور ريف دمشق، الرجال اللي بكل الظروف الجوية القاسية وخاصة في أثناء انخفاض درجات الحرارة العالية وسقوط الثلوج يقومون بفتح الطرقات ليلا نهارا، أيضا في حالات تساقط الأمطار الكبيرة يقومون بمراقبة الطرقات والإبلاغ عن أي حالة طارئة على الطريق للحفاظ على أمان الطريق لتكون حركة السير سهلة وآمنة لجميع مستخدمي الطريق. كل عام وأنتم بخير يا رجال المرور، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير أيها الوطن الغالي. وطبعا
نتمنى تجسيد هذا الشعار اللي أخذناه هو طبعا السلامة المرورية مسؤولية الجميع، اللي نحن دائما منكون حريصين على خطوة بخطوة لحتى نوصل لها السلامة هي، لأنه فيها حفاظ على طاقات المجتمع المادية والبشرية. وشكرا. أكيد بدورنا بدنا نتشكركم سيادة اللواء مأمون عموري مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية، سيادة العميد أيضا خالد الخطيب رئيس فرع مرور دمشق، وسيادة العميد عبد الجواد العوض رئيس فرع مرور ريف دمشق.